أشكر فخامة رئيس جمهورية أذربيجان على كلمته، وأدعو فخامة رئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي لإلقاء كلمته. La parole est à vous, mon frère Macky Sall. Shukran, Sayyid Raïs. Excellence. سيادة الرئيس عبد المجيد تبون، أيها الأشقاء الأعزاء، أصحاب الجلالة والسمو، سيادة الرؤساء، معالي الأمين العام للأمم المتحدة، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، سيد الأمين العام للجنة الاتحاد الإفريقي، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، سيداتي سادتي، باسم الاتحاد الإفريقي أود أن أعرب لكم عن شكري السيد عبد المجيد تبون على هذه الدعوة وعلى حفاوة الاستقبال الذي حظينا به بمناسبة انعقاد هذه القمة، قمة جامعة الدول العربية. وأنا أوجه لكم التحية الأخوية من الإفريقية من إلى كافة ممثلي الدول العربية المجتمعين هنا في هذا اليوم الذي يصادف الذكرى 68 لاندلاع الثورة المجيدة، الثورة الجزائرية، وأود أن أحيي الأبطال الجزائريين والجزائريات الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل الحرية على غرار الأمير عبد القادر. هذا ما يذكرنا بمبادئ الوحدة العربية الإفريقية والتي هي متجذرة في ثقافتنا وحضارتنا من أجل استقلال شعوبنا. وإن المغرب الكبير هو همزة وصل الذي يجمعنا بأسنا، ومنذ قمة مصر منذ 40 سنة خلت نحن نمشي معا من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة بما فيها القضية الفلسطينية، وهي قضية سنزال ندافع عنها كما تفعله كافة دول جامعة الدول العربية. ونحن نتقاسم حوكمة عربية ونعمل على تعزيز التعاون العربي الإفريقي. أنا أحيي مبادرة بنك التعاون الإسلامي والبنك العربي للتنمية في إفريقيا. فكما تعلمون في إطار التعاون الاقتصادي والاستثمار يمكننا أن نبذل أكثر من الجهود، وإن العبر المستخلصة من جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا وأيضا إنشاء منطقة التبادل الحر ما بين العابرة للقارة الإفريقية، يجب أن تبعثنا على مزيد من التعاون في مجال الفلاحة والسكن والبنى التحتية والمناجم والطاقة والمالية والصناعة الصيدلانية والطبية. وهنا أوجه نداء لكافة شركائنا العرب بما فيه القطاع الخاص من أجل مواصلة الجهود المشتركة في هذا الصدد في إطار الاقتصاد والاستثمار، وذلك بالاستفادة من التكامل.
وإنه لمن المهم أيضا أن نبقى ملتزمين معا في الدفاع عن المبادئ المشتركة بما في ذلك الثقافة والحضارة وكما تعلمون هناك من يود أن يعلو بالقيم المحلية إلى العالمية. أتمنى التوفيق والنجاح لأعمال هذه القمة. شكرا جزيلا.